احكي لنا شلون استخدم منه حتى في سبيل وما خاف منك؟ هو كان خايف اصلا. اصلا يقول ولا بالي، يعني احنا اولا كنا قاعدين منطقه واحده بس ابدا ما ملتقين. كان يتابعني ك يعني بلوجر، يتابعني بالسناب شات ومستحيل يقول، كنت يعني حلم وردي اقول هاي من يوصل لها، من هي اللي تقبل بي، يعني كان يتخيل انه هيش تصورات. اللي عرفونه هو ابنه وبنتي. ابنه وبنتي اصدقاء ويا جهال اختي همين الله يحفظهم، فدائما يروحون للنادي يلعبون تنس سوا ويطلعون سوا. فبنونه قبل لا اصلا تتعرف على كابتن مصطفى هي حلمها تصير كابتن طيار. فمن متعرفه على كم اللي قايلها والدي طيار هي انبهرت، يعني انه ابوه طيار وهيك شيء. فكنت تعرف عندها صديق انه والده طيار ووالد، كنا نحبه ومتعاطفين وياه لانه والدته متوفي الله يرحمها. الله يرحمها. فكان بمناسباتنا يجي كمولي نشوفه دائما ويحبني كلش، واحنا نحبه يقول من الطبخ نطبخ بيت خابروني، لانه محروم من اكل البيت انه والده دائما مسافر وهو ديليفري كله ياكل اكل برا. فعرفونا فد يوم كان راس سنه قبل 3 سنوات طبعا الحادثه. فكنت قافله باب البيت وطالعه، قلت لها البينه احنا رايحين حفله بنادي اليرموك تجين؟ قالت لا، قالت اروح للكافيه مالتك. كان في حينها عندي كافيه مالتي موجود. فصار ازدحام، تعرفين كان بغداد راس السنه يصير كلش ازدحام وطرق تصير ازدحام وتنسد. فعصوا خابروا على الكابتن قالوا له كمولي وبينه احنا عاصين تعال اخذنا. فهو كان معزوم انه يطلع ويا اصدقائه، فراح البيت صديقه وخلاهم بالسياره. يدخل شوي ويطلع عليهم شويه، يدخل شوي طلعوا علي استهزق نبوت زين البال عليهم. ابد ما تونس بهاي السهره، كان يريد يتونس ما تونس ابد بهاي السهره من كثر ما طلع عليهم ظل باله انه كل شويه ما يقدر يدخلهم لان عيبه ورايح ضيف، وما يقدر يعوفهم بالسياره كل شويه طالع عليهم. قال لها تحلفت لامك شلون تقفل الباب تاخذ المفتاح وياها؟ فهو كان جاي يريد يرزني متحلف لي ولا لقاء، هذا اول لقاء. كان ساعه بثلاثه من خلصت الازدحامات قدر يوصلهم باب البيت. فكان متحلف لي جاي يريد يرزني انه انت ام، انت شنو انت خاليه بنتك، انت ام مهمله شلون تقفلين، وانت كنت معاقبتها انه ما طول ما جيتي واصلا نسيت المفتاح، يعني مو ببالي ازدحام وطالعين من الصالون وبسرعه اخذت المفتاح وياي. فانا طلعت له كان يقول لي، قلت له اهلا، قالت ماما طلعي سلمي عليه لانه عيب الرجال حاربينه. فقلت لها بينا روحي ما لي خلق اطلع اسلم عليه. قالت لي عيب ماما الكابتن ابو كمولي بالباب لازم تسلمين عليه. طلعت سلمت عليه فقلت له اهلا كابتن وتعبناك، هو جاي متحلف غير رايه من شافني. بس قال لي هلا عيني. زين هلا سؤال عيني. زين سؤال، انت عباش الكابتن هم كبير بالعمر، ما عباش الكابتن هيك وسيم ما شايفته انت صح؟ لا يعني احنا كنا ابد ما ملتقين ما شايفته. يعني كنت اعرف، لا مستحيل ادري مو كبير بس ما شايفته نهائيا ولا ببالي ولا انه ببالي راح نلتقي ولا كان عندي فضول انه اشوفه. يعني انت شفتيه وصوبتيه شفته قلت، فهو ابتسم راسا وهلا عيني اشوفه يحكي هو بينه. قال وهي فتنت لي قالت لي كان متحلف لك يريد يرزلك بعدين غير رايه من شافك. رجع كتب لها لك بين امك كلش حلوه في الحقيقه. وبعدين قام يجي للكافيه مالتي صار زبوني. قمنا نلعب ورق سوا، نطلع يعني مرات اضيفهم، يجي هو مجموعة من الطيارين من الخطوط الجوية العراقية أضيفهم. بدت النظرات زبون قام يوميا. من صوب قلب الثاني أول؟ لا هو بدأ كان يخابره ابنه يقول له بابا أنا راح أرجع تجي علي تأخذني. يقول له لا حبيبي شلون رجع أصدقائك؟ قال له تاكسي. يقول له اتهم تاكسي. قام يقول له حبيبي أخاف عليك يوميا أنا وصلك حتى يجي أخذه ويشوفني. يعني أنت ضربتيه بسهم. أي فقام يوميا يجي ويوصل ابنه على مودي، على مودي أنه بس يجي يشوفني. وبعدين صرنا اصدقاء من نجينا يوميه ونلعب ورق وبعدين قمنا وكل واحد يحكي عن مشاكل العائليه، تدين كل بيت واحد يسولف همومه ونسولف، صرنا اصدقاء واصدقائي وصديقاتي، صرنا احنا جروب واحد. فبعدين من صداقه وصار عندي يعني بيت وقفت له، شفته يمر بازمات وماكو احد ينظم لحياته. فهو شافني قويه. الرجال يحبون المراه القويه مو صح؟ اكيد. اتمنى لك كل السعاده.